أنت راهن الاعتقال يا هسي مريم. وشو هو جرمي يا حضرة الكولونيل؟ بنت مجرم خطير. إذا لأني عم طالب بإنكم تفرجوا عن أبي هذا جرم بالنسبة لقوانينكم السامية يا حضرة الكولونيل، بحب أكد لك بإمكانك فوراً تسجني. يعني مو خايفة؟ من شو بدي خاف؟ من السجن. ومين قال لجنابك يا حضرة الكولونيل إني مو جاي من سجن كبير لسجن أصغر؟ شو قصدك بهالكلام؟ المحتل يا جناب الكولونيل معتقلك حتى وانت برات السجن، وقت يفرض عليك قوانينه الظالمة ويحكمك وهو غريب عن بلادك. حاسس أبو طالب قدامي؟ وأنا قصيدة صغيرة من دواوين أبو طالب. حتى لو كان مجرم؟ أبي بالنسبة إلكم مجرم، بس بالنسبة إلنا بطل. بطل؟ كيف بطل؟ بطل لأنه ما رضي بوجود غريب على أرضه. المجرم اللي عم تحكي عنه يا جناب الكولونيل أسرك إلك تحت رحمة اعترافه من يوم اللي سجنته. سيفوكلي. مريم أنت متعلمة؟ أنا دارسة بالتجهيزية. أنا بعترف أنك بنت قوية وساحرة الحضور، بس صدقيني هذا الشيء ما راح يفيدك لا أنت ولا أبوك. اسمحي لي أقول لك أنا معجب فيكي وبأفكارك. صدقيني يا مريم أنا حابب ساعدك وساعد أبوك رغم أنه هذا الشيء بخالف القوانين. وأنا بكون شاكرة لك، بس كيف؟ أبوك ممكن ينفي خلال فترة كتير قريبة، وبرجع وبقول لك للمرة الألف ما في أمامه غير يعترف على اسم الفاعل الحقيقي. أنت عم تطلب المستحيل حضرة الكولونيل. أنا بعرف أبي منيح. أبو طالب طالما حكى كلمة لا يمكن أبداً يتراجع عنها. وإذا كنت مفكر إنه أبي بيخاف من السجن أو المنفى أو حتى الموت تكون غلطان. وإذا كنت فعلاً رجال يا حضرة الكولونيل بتطلق سراحه فوراً بترجع على فرنسا، لأنه مكانك هونيك مو هون، هي بلادنا إلنا مو لحدة تاني. رح أعتبر إني ما سمعت هذا الكلام منك أبداً، رح أعطيك فرصة أخيرة تحاولي مع أبوك يعترف عن اسم الفاعل. وأنا كمان رح أختصر الطريق عليك وإلك بعد فوراً ورا العسكري ياخذني على السجن. Tu es vraiment folle. S'il vous plaît, appelez le soldat. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Garde!